أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المراد بالبدع اللغوية؟ البدع اللغوية مثل سيارك، هذه سيارك ذي بدعة، لكنها بدعة لغوية، بدعة لغوية لأنها شيء جديد لم يسبق له نظير. من أول تركب الحمار والبعير، وهالحين تركب سيارة فخمة، هذه بدعة لغوية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.